بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. لو عجبك الفيديو ممكن تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش راك احترم. طبعا اكيد سمعت حوار طنطك فايز العراري والد كيليان امبابي مع اشرف حكيمي والوكيل بتاعه. ايه خير اللهم اجعل خير، مالها والدة امبابي؟ ده حكيمي وامبابي اصدقاء. ما هي المشكله جت من هنا بقى، مين وكيله امبابي؟ فايز العماري والدته. والدة امبابي فايز العماري قررت ان هي تعمل شركه تسويق لعيبه. ايه ده بجد والله؟ يا اسطى قررت ان هي تعمل شركه تسويق لعيبه او شركه وكاله اعمال للعيبه، اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني هتبقى وكيله اعمال وهتبقى معتمده. معلش ام رابيو مش احسن مني في حاجه، وابو نيمار مش احسن منه في حاجه، ده ما بقاش ملكاته يا جدعان، ده خلاص بقت في بيتها حرفيا. طنطك فايزه بقى يا معلم شافت كده مين صديق كيليان امبابي؟ حكيمي. مين اللي عليه العين والنني وممكن يروح ريال مدريد؟ حكيمي. مين اللي ممكن يرجع انتر تاني؟ حكيمي. مين اللي سيتي عايز يتفاوض معاه ويجيبه لمؤاخذه يعني يكون باك يمين؟ حكيمي. الله، طب ما خلاص، طب ما اشتغل مع حكيمي. يا سلام بقى لو وديته مع امبابي السنه الجايه ريال مدريد، اللي هو ايه يا اسطى حوار السنه الجايه ده؟ هو مش بيتفاوضوا؟ لا، ما هي طنطك فايزه مشغله دماغها، عايزه امبابي يروح ريال مدريد فري ايجنت، اللي هو عايزه امبابي يروح حر، انتقال حر. ليه؟ عشان خاطر تاخد هي المكافئات هي وكيليان ابنها. كده ماديه قوي الحاجه فايزه دي. لا ده قوي 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 يا اسطى. طبعا وكيل اعمال كيليان امبابي الارجنتيني اليخاندرو كامانيو طلع واطلب تصريحات، ده طلع واطلب تصريحات وقال لك انا سمعت ان في حد بيقول ان اشرف حكيمي عنده وكلاء اعمال غيرنا. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي يا اخوانا. قال لك ان اشرف جزء من شركتنا وهو مقتنع بالمشروع. كونك والدة لاعب كره قدم لا يكفي ولا يعني انك تحظين بمؤهلات وكيل الاعمال، اللي هو مش معنى ان انت ربنا كرمك وخلفتي لعيب كوره ينفع انك تشتغل وكيله اعمال. انها تستغل كونها والدة لاعب رائد في اللعبة لتتدخل في السوق، ده حقيقة. طنطك فايزة فعلا بتحاول تستغل ابنها كيليان امبابي عشان خاطر تلم فلوس من وراه وعشان خاطر فعلا تبقى وكيلة اعمال. اسمع بس الحتة اللي جاية دي عشان حتة حلوة. بيقول لك علاقة اشرف ومبابي قوية ونحن نعلم ذلك ونحترمه، لكن في نفس الوقت بيت امبابي تعجب التسريبات. بيتكلم على صفقة امبابي وريال مدريد، كل الناس عارفة التسريبات اللي فيها، إن طنطك فايزة عايزة امبابي يكمل السنة دي في باريس ويروح السنة الجاية فري، وناصر الخليفي مش عايز كده، ناصر الخليفي مش عايز كده، ناصر الخليفي عايز امبابي يا يجدد موسم إضافي يا يمشي السنة دي. بس طبعًا طنطك فايزة وكيليان شغالوا دماغهم، عايزين ياخدوا خير ريال مدريد وياخدوا خير باريس سان جيرمان. عالم مادية أوي. شركة السيدة العماري لا تمتلك لاعبين سوى نجلها، كفاية برضه ده كيليان امبابي. إنها شركة ناشئة تفتقر إلى الخبرات، إنها مجرد علاقة بين ابن ووالدته، اللي هو عيل وأمه قرروا إن هم يعملوا شركة والولية صدقت نفسها وقررت إن هي وكيلة أعمال بجد. اختتم أليخاندرو كامانيو حديثه بهذا الصدد قائلا بالنسبة إلينا هي والدة اللاعب فقط، لا نضعها في الاعتبار كوكيلة أعمال منافسة. يا راجل أمال أنت عامل كل التصريحات دي ليه؟ ومع ذلك نتمنى لها التوفيق والتعامل مع افضل اللاعبين كونها لا تمتلك سوى امبابي فقط في شركتها، وايضا اطالب باحترام المهنه. شفت احترام المهنه دي؟ اللي هو حاجه مالكيش دعوه باشرف، مالكيش دعوه باشرف ده خصنا. بس انا عن نفسي لا اطالب اشرف حكيمي ان هو ينضم لمشروع فايزه العماري، فايزه العماري هتلبسك، فايزه العماري طماعه هي وكيليان وحرفيا هيودوك في 60 داهيه. فخليك مع كامانيو ده وخليك في حته مانشستر سيتي. ليه سيتي؟ انا مشجع سيتي، انا عايزك تروح سيتي، خليك في سيتي. احسبك من العوده لريال مدريد. وبعدين كامانيو ده برضو في تصريحات قال ان هو ما عندوش مشكله ان حكيمي يرجع ريال مدريد، وحكيمي لو جاله عرض من ريال مدريد حكيمي هيوافق عليه وهيعود ريال مدريد. فهي دي الحكايه بقى عزيزي. طنطك فايزه العماري عملت شركه وبدات تطلع تسريبات ان هي وكيله اشرف حكيمي، لحد ما وكيل اعمال حكيمي الارجنتيني قرر ان هو يطلع ويقول لك لا حكيمي ده بتاعنا، ده بتاعنا، ده ملكي يا بيه، ما ينفعش لا مؤاخذه ان حد يقول لك ان هم هيسرقوه مني. فتحيه كبيره للوكيل ده، واتمنى ان اشرف حكيمي فعلا ما يشتغلش مع طنط فايزه، لان طنط فايزه هتوديك في داهيه. ما تمشيش ورا كيليان امبابي في الانتقالات، تمشي وراه في اي حاجه بس مالكش دعوه بيه بالانتقالات، ده عيل هيلبسك في داهيه، لان الواد ده اصلا دماغه مش تمام وعايز يدور على الفلوس بس،
وانت يا اسطى تعالى سيتي وهتاخد فلوس والحياه تبقى حلوه ومالكش دعوه بامبابي. ان شاء الله يوما من الايام هتلعب امبابي في ريال مدريد، يبقى انت سيتي وهو في ريال مدريد. اما بالنسبه لو حبيت ترجع ريال مدريد وامبابي معاك، فاعتقد ان انت هتقعد السنه دي مع امبابي وتمشوا مع بعض السنه الجايه، ودي حاجه لا اتمناها ليك، انك كده هتتبع مشروع فايز العماري. وفعلا فايز العماري لا تمتلك اي خبرات سوى ان هي مخلفه عيل زي كده لامبابي. ايه دي الحكايه يا عزيزي؟ لو عجبك الفيديو ممكن تعمل اشتراك في القناه، لو ما عجبكش قول لي رايك في القصه وشايف ان دمتك فايزه عندها حق ولا بتلوش.